يعجبني الواحد لما يجي يسرد سيرته الذاتية علشان نستفيد من كفاحه وإنجازه وشغله اللي الله سبحانه وتعالى وفقه له والخطوات اللي سواها، أن يكون يجمع ما بين الاعتزاز بالصبر اللي صبره والاستفادة بالمحيط اللي حوله بالإمكانيات اللي حوله، بدون ذكر الأصفار يذكر الأرقام اللي أنا أقدر أترجمه. يعجبني كثير لما أخلص الحلقة اللي أنا قاعد أشوف برجل الأعمال أو الشخص الناجح أو الرياضي اللي شق طريقه بعد معاناة، يعجبني أنه يترك لي أثر أني أنا أرجع وأنا فيني حماس كبير جدا أني أتخطى العقبات اللي موجودة عندي، ولو أني أنا شف وهو لاعب رياضي ما له علاقة في التخصص. إيجاد قواعد كبيرة نستفيد منها بدون وجود أصفار وتحديات غامضة، هذا من أهم أسباب نجاح السيرة الذاتية.